بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم والله جمعية الشارقة الخيرية من إدارة كلبة نقوم يوميا بتوزيع 1650 وجبة يوميا، نقوم بتوزيعها على العمال، ولكن هاي الوجبات نقوم بتوصيلها الى سكن العمال احترازا من هذا المرض التفشي كورونا، فافضل لنا احنا وافضل الى العمال. بتوزيع ايضا المير الرمضاني على 500 اسرة السنة هذه، ويوصل المير الى منازلكم خوفا من التجمعات الى الادارة، فقمنا نوصل المير الرمضاني الى الاسر الى منازلهم، وهذا عشان ان المرض ما ينتشر او انه ما ينتقل من شخص الى شخص، فقمنا بتوصيل المير الرمضاني الى الاسر الى منازلهم.